عارف انه حضرتك هلا عم بتحضري كاسات، مزبوط هالكلام؟ بحضر كاسات مع استاذ احمد بكر، وكلمات استاذ موفق مع استاذ وليد، وبحاول اني انوع بحكم انني بحاول اني اغني مغربي وبغني مصري وبغني خليجي وبغني لبناني، بحاول اني اجمع ما بين كل اللهجات، فحاول اني اعمل لكل بلد اغنيتها الخاصة مشان ارضي الكل. بس اي لهجة اللي بترتاحي فيها اكثر شيء؟ عامة الطرب، شو ما كانت اللهجة يعني، مرات بتلاقي اغاني خليجية طرب ففيها عرب حلوة، فالانسان بيرتاح فيها وهو بيأديها. هلا اي لهجة يلي عم تحكينا فيها؟ ما بعرف. عربي اكيد مش مغربي. لا أكيد مش مغربي، مغربي يعني بده يكون شوية صعب إنه الناس تفهم، لأن اللهجة المغربية كتير حلوة بس صعبة في الفهم لأنه طيب هلأ رح بسألك سؤال، أنا ما عليه، جاوبينا جواب باللهجة المغربية ونحن أكيد رح نفهمه. طيب غنيتي انتبهي بس ما تنسي بدك تجاوبيني باللهجة المغربية، ها؟ اي مطربه لبنانيه بتحبيها وبتحبي تغني لها؟ بس بدك تعطيني جمله طويله، ها، مش تقولي لي اسم واحد. تقريبا كل المطربات اللبنانيات كاجبونا وكلهم اصواتهم مزيانه، واكثر مطربه انا كرتاح لها شخصيا وكنحاول انني نادي الأغاني ديالها الفنانة الكبيرة نجوى كرم. مزيانة شو يعني مزيانة؟ حلوة؟ مزيانة يعني حلوة. وش كرالة للشي هيك كلمة أنا ما كتير أفهم. لأنه كنت عم بتقولي بحب إنه غني لها، يعني كان بغي. كان بغي. نحن نبغي نسمع هيك بغنية جديدة هلأ. شو الغنية؟ غادي نغني النجوى كرم أغنية على لولالا، باش نقول للعالم العربي اللي كيسمعنا من جميع الدول أني مغربية، لكن كان قدر باستطاعتي الحمد لله أني أغني باللهجة اللبنانية، بعد مثل ما بقدر أنني نغني باللهجة الخليجية أيضا. أهلا وسهلا فيكي، كلنا سمع لك، تفضلي. سوسن قمر. ولا تبيعد روحي عن حالك، وعلى لو